قبل بس ما اخش على نقطة الاعلام، عايز اكمل بس العرض الشائك اللي قدمه عمرو بيه فيما يخص دعوات التظاهر بكرة. الهدف منها ايه؟ في مخطط تقدر تسميه ما بين قوسين بيشتغل عليه جماعة الاخوان الارهابية والطابور الخامس، بيتسموه استنزاف، مخطط استنزاف الشرعية، استنزاف شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي. من خلال ايه؟ استغلال حدث زي قضية تيران وصنافير للتشكيك في المؤسسة العسكرية، وتشكيك في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتشكيك في المؤسسات المفصلية للدولة زي الخارجية والأمن القومي وخلافه، ومن ثم أيضا محاولة زعزعة الجبهة الداخلية وإعطاء ثغرة لجماعة الإخوان الإرهابية للعودة مرة أخرى للظهور على الساحة، وإن هي حركة وطنية وليست جماعة إرهابية ولقتها للخارج. رقم خمسة، استغلال مظاهرة بكرة اللي هما كانوا بيدعوا ليها، إن دي يبنوا عليها بقى لسنتين جايين. ليه سنتين جايين؟ كان في فيديو مشهور لممدوح حمزة وبيقول إحنا مش هنقدر نكسب السيسي بالضرب القدري، إحنا هنكسبه بالنقاط، ماتش بوكس. فهو هيشتغل من هنا لنهاية المدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي في إثارة مشاكل. وافتكر الكلام ده، يمكن النهاردة هو 24 إبريل يوم هنفتكره، أن السنة الأخيرة في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ستجد فيها ضغوط شديدة جدا وأحداث مفتعلة ضد الدولة المصرية بهدف يزهق الشعب ويحرك الجبهة الداخلية ويزهق الرئيس نفسه يقول مش هكمل المدة الثانية ومش هترشح المدة الثانية. ليه؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يغفر له الغرب أنه جاء على غير رغبتهم، وأنه أفشل لأوباما وللأمريكان المخطط ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وما يسمى بحالة الثلاث دول القضية الفلسطينية. دي كانت الجائزة اللي هياخدها الرئيس الأسود في البيت الأبيض أوباما، هم جابوه ومن خلفية إسلامية وأسود اللون عشان تنتهي القضية الفلسطينية اللي هو وصل بها أن يجيبوا جماعة الإخوان الإرهابية تبقى على رأس السلطة في الدول، مصر وفي سوريا وفي تونس واللي كان كده، ودولت مش مؤمنين لا بحدود ولا بوطن. وكانت الفكرة ما يسمى بحل ثلاث دول، اللي هي دولة في الضفة ودولة في غزة الكبرى وفي بينهما دولة إسرائيل وعاصمتها القدس، وبالتالي تنتهي القضية الفلسطينية تماما، ويبقى كده انتهى فيما يسمى بقى بساكس بيكو الجديد، ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. ودي كانت الجائزة اللي كانت هيقتطفها أوباما في نهاية مدته. عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الذي حافظ على كل حبة رمل في الأرض المصرية هو من أفشل هذا المخطط، فكان عليه أنه جاء على غير رغبة الأمريكان.